مساكم الله بالخير جميعا، رجعنا معكم بحلقة جديدة من برنامج مع المشاهير. حلقتنا اليوم راح نستضيف فيها احد الفنانين اللي خاضوا تجارب عديدة في التلفزيون في المسرح. خلونا نروح نشوف تقرير بسيط عن ضيف حلقتنا اليوم ونرجع من بعدها. ضيفنا اليوم الفنان بشار عبد الله، بدأ مسيرته الفنية في سنة 1998 وشارك فيها بالعديد من المسرحيات والمسلسلات، مثل مسرحية حكاية سنفور ومسلسل أنا عندي نص مع الأستاذ الغديرة سعاد عبد الله. شنو اللي خلاك تتجه حق مجال التمثيل؟ من صغر الوالد الله يرحمه يقول حق اخواني لا تروحون غرفة مينون، اجمعهم بالدار اربطهم واسوي افلام هذه القديمة، فكان عندي شغف هذا من الصغر يعني. الصدفة التقيت بمخرج فكنت اتغشمر معه، قلت له متى دوري؟ مشت الايام، طبعا ايامها بياتي رحنا، فالوالد الله يرحمه قالت لي فلان يسأل عنك، رحت له ولا فعلا دور، كان مقسم بطولة ومجاميع وكمبارس، انا كنت مجاميع. الحدوتة صارت ان في لويا صارت، ناس انسحبت وكذا ما يبوا ناس جديدة، احنا المجاميع صعدنا بطولة، فالحمد لله اول عمل بطولة، بدأنا خبط بالحيط على قولتهم لين الحمد لله تعقت مع فرقة مسرح الشباب، وصلت إلى سليمان البسام. كلمنا عنه. سليمان البسام نقطة تحول في حياتي كلها، طبعا ما أنكر أولا مسرح الشباب، لكن سليمان البسام بالنسبة لي وبالنسبة حق ناس وايد هو شيء خيال. أولا سليمان البسام إنسان يحمل كل معاني الإنسانية، اثنين فنان يفهم شنو الفن واحتراف الفن واحترام الفن. أنا ما كنت أعرف أقرأ، علمني شلون أقرأ والحين عندي مكتبة خاصة فيني بالبيت. سليمان بسام علمني شلون أدرس الشخصية، شلون أتعامل مع كل شيء موجود على المسرح بحرفية واحترافية. شنو تفضل أكثر، تلفزيون ولا المسرح؟ أنا عالم المسرح، هو حياة ثانية. المسرح تصير طفل، تصير شايب، ترقص، تغني. التلفزيون بالنسبة لي هو المفترض يكون تتويج إلى هذا التعب اللي أنا تعبته، المفروض أشوف نفسي على شاشة التلفزيون. أحب التلفزيون وودي أطلع بالتلفزيون، بس بالشكل اللي أنا أبيه وبالطريقة اللي أنا أبيها، مو بالطريقة اللي موجودة الحين. ليش مساحة أدوارك في المسلسلات غالباً تكون صغيرة؟ أكو موقف دق علي مخرج قال لي أبيك بعمل، أوكي. طلع لي مدير الإنتاج بثلاث أوراق، أنا ظنيت إن هذا الملخص اللي أنا راح أتناقش فيه، طلع الدور دور كامل بس ثلاث أوراق. إيه زين، المخرج دق علي يبيني أعرفه، كان يقول لي أنا أبيك والدور وراح يوصلك لفلان وكذا. مشكلتي كنت أجامل وايد، ومشكلتي رضيت بالدور، وعندي مشكلة وايد يطقوني على إيدي بس ما أتوب، ما تهمني الفلوس، ودائما أقول لهم أنا ما تهمني الفلوس، والظاهر هذه مشكلة يعني عبالهم لأن ما تهمني الفلوس فأنا مستوى دون المستوى. المهم اشتغلنا والمفروض إن هذا العمل يأهلني لما هو بعده، فما صار. الموضوع الثاني أنا ما أعرف أسوق حق نفسي ولا أقدر أتكلم وأقول شغلوني بالتلفزيون تحديدا، إذا ما تقول كلمة شغلوني ما راح تشتغل. البعض يقول أنا موهبتي هي كافية. بالبداية أتحدى، بالبداية إذا ما تروح ما توصل. هل تشوف إن في محسوبية في الوسط الفني ولا لا؟ وايد. شلون؟ البعض يقول مجرد الواحد إذا كان موهوب خلاص. إذا أنت أساسا موهوب ما راح تطلع. الشباب الموجودين عندهم موهبة ما أقول لك لا، بس إذا ما تكلم بالبداية وعرض نفسه وصار محسوب على فلان وفلان ما راح يطلع. شنو أغرب موقف صار لك على خشبة المسرح؟ كنا نعرض مسرحية اسمها ذوبان الجليد إخراج سليمان البسام، وقت العرض وإحنا نعرض توفى فنان كنعان حمد. توفى أثناء العرض؟ أثناء العرض. شنو كان الوضع عندكم؟ توفى، كان معانا جاسم النبهان ممثل، فكنت أنا وجاسم النبهان معه بالكالوس، مات على ريل جاسم النبهان وأنا واقف، كلمته روحوا كملوا العرض مالكم شغل، تشهد ومات. إيش رأيك بالأفلام السينمائية الكويتية اللي قاعد تقدم بالفترة الأخيرة؟ وليش أغلبها فاشلة؟ مصر حالياً على المستوى العربي هي الأبرز، إذا نبحث عن بداية مصر بالسينما هم كان عندهم فشل إلى أن حطوا إيدهم على الخارطة الصحيحة ومشوا هوليوود. كلنا نعرف شلون كانت طريقة الأفلام، الآن اسمها بوليوود. إحنا لازلنا نبي نصنع سينما، بس ما تشوف إن تأخرت وايد؟ صح تأخرنا وايد، ولكن ما يمنع أن احنا بدينا
شنو المشاكل اللي قاعدة تصير؟ أولاً لازم نعرف أن النص السينمائي يفرق تماماً عن النص التلفزيوني، وهذا اللي ما نعرف نفرق بينه. إحنا قاعدين نشغل حلقة تلفزيونية بشكل سينمائي، المخرج السينمائي غير عن المخرج التلفزيوني، لازم نعرف هذا الفرق. ها يعني المخرج التلفزيوني لطريقة مختلفة عن المخرج السينمائي؟ رؤية الفريم أساساً. إحنا السينما عندنا هني لا زالوا مصر مثلاً تحميض الفيلم والرول، يعني الكويت شلون تشتري الفيلم رول؟ احنا نصور بكاميرا ونحولها تحويل، يعني لازلنا احنا ما نقدر نصرف على الفيلم. ليش اذا رحت ابيع مثلا على السينما الكويتية يعني طريقة البيع والربح ما اقدر اصرف اكثر من هذا البجت على الفيلم ولا خسر؟ يعني هم منتج من حق انه يفكر نوعا ما بالربح، يعني خلنا نقول هو جدا فنان بس يبي يربح، اعرض فن جميل بس لا خسر دخل راس مالي، هل انا اضمن لما احط 20,000 ترج الوضع الحالي؟ لا. شنو المعايير اللي على أساسها المنتجين يختارون الممثلين؟ حالياً عدد الفولورز، يعني مو فنه ولا أداءه آخر ما يفكر فيه المنتج شنو فنك، ومو من واقع خيال أو أني سمعت شيء أنا شفته. يشوفون الانستغرام مثلاً كم عدد الفولورز عندك، وبالذات بالكويت عدد الفولورز اللي عندك يحدد أنت وين راح تشتغل. شنو يستفيدون منه؟ توفر عليه بالدعاية والإعلان. قبل أيامنا لما نشوف التلفزيون من نص رمضان تقعد بس تشوف دعاية المسرحيات، تشوفها الحين؟ لا قلت. قلة جدا. يعني إذا كان في ممثلين، ممثل مميز بالتمثيل، ممثل ثاني أقل منه مستوى لكن كفولورز أكثر، صاحب الفولورز راح يكون البطل. عطني اسم فنان كويتي اللي لما تشوفه تقول هذا الفنان صعب انه يتكرر. الفنان راح الله يرحمه غانم الصالح. اكثر من شخص قابله يقول اسم غانم الصالح، شنو السبب؟ اتحدى ما حد يذكر الاسم هذا، ان ذكر اسماء اخرى فلازم يذكر الاسم هذا. باي كاركتر تبي، كوميديا، تراجيديا، عظمه الجنون فتره احتكيت معه، انسان بمعنى الانسان يراقي جدا، حضوره الى اللوكيشن قبل العالم كله، يحب فنه. عطني كاركتر ما قدر يجسده. في ممثلين وايد وكبار ونحترمهم واحبهم واذكرهم، بس غانم الصالح هيبه. منو من الممثلين الشباب اللي تتوقع لهم مستقبل كبير؟ ما ادري من اقول، هذا الفنان لو بس شوي ينتبه حق نفسه ويتعب على نفسه طاقة جبارة، الفنان علي كاكولي. بالنسبة لي احبه انا، خطير بس محتاج ينتبه حق نفسه. شنو اللي تشوفه ينقصه؟ متشتت بين الغناء والتمثيل. بمسرحية من المسرحيات شفته عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه واقف على المسرح، اوف، بحركاته بإيماءات من غير ما يتصنع. كنا نعرف ان في مجموعة مسارح بالكويت، بوجهة نظرك منو افضل مسرح بالكويت حاليا؟ انا يمكن اميل حق محمد الحملي. انا ومحمد الحملي بدأنا مع بعض، بدينا بورشة مسرحية مع بعض، عنده الشغف، عنده الحب. مسرح الشباب كان في كذا مسرحية باليوم، محمد من حب المسرح ماذا عادي يوقف على الباب ينظم حق مسرحية بشار، كان له حلم وقاعد يوصل له. قبل على أيام مثلا مسرح الأطفال واللي هو مسرح الأستاذة هدى حسين وغيرها، كانت المسارح تقدم قيمة جدا مميزة، لكن أغلب مسارح الطفل حاليا مسارح تجارية. مسارح الطفل اللي تسمى مسارح طفل الحين اساسا تقدم الى التينيجرز، يعني مو مستهدف الطفل الاغلب. لا، احضر واسمع الحوار، سرد العمل، ما قاعد يخاطب الطفل. اتكلم طفل بخمس سنين ل 12 سنه، اذا تخاطبه بالطريقه هذه انت عندك خلل. وقبل أن نختم حلقتنا اليوم، كل الشكر لرعاة حلقتنا شركة سبورت ريتا وأيضا شركة 11 ستوديو على رعاية حلقة اليوم. كتبونا بالتعليقات من المشهور اللي ودكم نستضيفه في الحلقة القادمة.